بهذا الفيديو رح نعرض أحدث التجارب العلمية اللي أدهشت العالم بفهم جديد لطبيعة المادة وبالتالي طبيعة الإنسان وطبيعة الواقع. نتيجة الجهود التراكمية للعلماء عبر مئات السنين قدروا يكتشفوا أصغر جزيء بالضوء واللي هو الفوتون. شرحنا بالفيديوهات السابقة كيف توصل العلماء لهي النتيجة عبر تجارب وأبحاث متنوعة. اللي بحب يرجع للفيديوهات رح أحط لكم الرابطة بالديسكريبشن. العلماء ما توقفوا بالبحث عند هاي النتيجة وحبوا يعملوا تجارب ليختبروا من خلالها طبيعة الفوتون نفسه. رجعوا لتجربة الشقين اللي عملها توماس يونغ على الشعاع الضوئي واللي حكيت عنها بهذا الفيديو. بس هالمرة بدل ما يسلطوا شعاع ضوئي على الحائل قالوا خلينا نطلق الضوء كوحدات منفصلة، يعني فوتون فوتون، كل فوتون لوحده. استمروا بإطلاق الفوتونات بشكل مستمر، المفروض أنه يلاقوا كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي، بس اللي صار كان شيء مختلف تماما. نقاط الضوء استمرت بالظهور على الحائل بأماكن عشوائية. هلا ممكن الواحد يفكر انه هذا الشيء طبيعي لانه احتمال انه الفوتونات تنزاح يمين او شمال فما رح يصلوا كلهم بنفس المكان، لكن بعد شوي لاحظوا انه هاي الفوتونات عم تترتب بشكل منتظم جدا مشابه تماما لنمط التداخل اللي حكينا عنه من قبل. المفروض انه نمط التداخل يتواجد لما يصير تداخل بين موجتين، بس نحن عم نطلق الفوتونات بشكل منفصل. قالوا انه احسن طريقه لنشوف شو عم بيصير بالفوتون وشو اللي عم بيخليه يتصرف كموجه هو انه نراقبه من الطرف الثاني. حطوا كاشف ورا الحائل، راقبوا الفوتونات وتبين معهم انه 50% من الفوتونات مرقت من الشق اليمين و 50% مرقت من الشق اليسار. لما تفرجوا على الحائل الخلفي ما لقوا نمط التداخل اللي شافوه اول مرة، وانما تعامل الفوتون كجسيم وظهر كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي. النتيجة هاي كانت مرعبة جدا، الفيزياء الكلاسيكية عم تنهار والمجتمع العلمي ما عم يلاقي تفسير للشي اللي عم يصير. يعني لما نراقب الفوتون بيسلك سلوك جسيم ولما ما نراقبه بيسلك سلوك موجة. العلماء فسروا اللي عم بيصير بأنه الفوتون اللي عم نطلقه متواجد بأكثر من مكان بنفس الوقت، بس نحن ما بنقدر نشوف من هالاحتمالات إلا احتمال واحد بس. مجموعة الاحتمالات اللي بتواجد فيها الفوتون هي اللي بتشكل الموجة، وحسب الطريقة اللي عم نراقب فيها الفوتون تنهار كل الاحتمالات وبيبقى احتمال واحد هو الشكل المادي اللي عم يظهر فيه الفوتون. الموضوع ما وقف هون، نفس التجربة عملوها على الكترون اللي كان الاعتقاد سائد انه هو جسيم وطلع معه نفس النتيجة. الالكترون بيتواجد باكثر من مكان بنفس الوقت ولكن باحتمالات مختلفة. راحوا لابعد من هيك وجابوا ذرة كاملة اللي هي مكون اساسي لكل شيء موجود بالكون مثل ما حكينا من قبل، ونفس الكلام انطبق على الذرة. يعني العالم اللي كان مفكر انه اللغز الوحيد بالكون هو الضوء تبين معهم انه كل شيء بالكون هو لغز، مو بس الضوء. الماده متواجده باكثر من شكل وباكثر من احتمال، والعقل البشري هو اللي بيختار الشكل اللي بده اياه حسب الطريقه اللي عم يراقب فيها الواقع. يبدو انه الحياة اللي عايشينها والاشخاص اللي منقابلهم والشركة اللي منشتغل فيها والبلد اللي مقيمين فيه والبيت اللي ساكنين فيه هن مجرد احتمال من عدد لا منتهي من الاحتمالات، واللي هو مجرد انعكاس لعالمنا الداخلي من الافكار. افكارك مو بس بتأثر على صحتك الجسدية والنفسية وانما إلها تأثير على كل شيء حواليك، وضعك المهني، حالتك المادية، شكل علاقاتك والاحداث اللي بتعيشها كل يوم هن مجرد مراية لافكارك. مثل مو مهم كتير انه نراقب الاكل اللي عم ناكله اذا كان فاسد ولا لا، مهم أيضا أنه نقيم أفكارنا. الأفكار الفاسدة إلى تأثير سلبي على كل شيء بحياتنا. بناء على المفاهيم الجديدة بالفيزياء صار عندنا شكل جديد للذرة مختلف عن الشكل اللي كان فيه بالفيزياء الكلاسيكية. بالفيزياء الكلاسيكية مثل ما حكينا الذرة هي عبارة عن نواة وعدد محدد من الإلكترونات بتدور حواليها، أما بالنسبة للفيزياء الحديثة فالذرة هي عبارة عن نواة وسحابة كبيرة من الإلكترونات تتواجد بأكثر من مكان باحتمالات مختلفة. ما بنقدر نرصد كل الاحتمالات مع بعض وإنما بنقدر نشوف احتمال واحد بس. طيب هل بنقدر نعتبر تمثيل الذرة بالفيزياء الكلاسيكية غلط؟ الجواب هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم بالنسبة للشي اللي بنشوفه من الذرة باللحظة اللي بنرصدها فيها، ولا بالنسبة لعالم الاحتمالات اللي بتتواجد فيه الذرة. علمياً المادة بتشكل حوالي 0.00001% من الذرة،
بينما 99.9999% من الذرة هي مجال طاقة غير مرئي. جسم الإنسان البالغ بيحوي على أقل تقدير 7 مليار 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 ذرة، يعني 7 على يمينها 27 صفر. والذرة مثل ما حكينا هي مو مجرد مادة، فصار واضح لإلنا أنه الإنسان هو مو مجرد جسد، وإنما هو شيء أكبر من هيك بكتير. الجسد هو حوالي 0.00001% من الإنسان، والباقي هو الجزء الغير مادي منه، الجزء اللي ما بنقدر ندركه بالحواس الخمسة. البعض بيسميه الجانب الروحي، الجانب الإلهي، الجانب الماورائي، ما بنختلف على المسميات، المهم أنه نحن متفقين على الجوهر. الإنسان فعلياً هو لا شيء مادياً وكل شيء طاقياً. وهي هي المعلومة اللي حبيت من خلال آخر 3 فيديوهات أني وصلكن إياها. بعرف أنكن حسيتوا أني بعدت شوي عن الموضوع الرئيسي، أنه تركيزي راح على العلوم التجريبية، ولكن حبيت ورجيكن كيف بذل العلماء مجهود كبير عبر سنوات طويلة ليفهموا طبيعة الواقع، وتوصلوا بالنهاية أنه الإنسان فيه جانب روحي أو طاقي أعمق وأشمل وأكثر تشابك من الجانب المادي. فيلي بيعتقد أنه الإنسان هو مجرد مادة كان ممكن يكون كلامه مقبول قبل 200 سنة على أيام نيوتن، لما كان الاعتقاد أنه المادة هي كل شيء بالكون، لكن بظل المعارف والعلوم الحديثة تبين أنه هذا الكلام مو دقيق. الإنسان أكبر من جسده وأكبر من أي شيء بيمتلكه. بالفيديو القادم رح نكمل بشرح فقرات الفصل الأول من الكتاب. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.